أنا اسمي صبحي الأسود من بلد الدركوش، مهنتي فلاح فدان. أنا تعلمت الشغلة من وقت كان عمري 15 سنة، أبوي كان يشتغلها وما عندي شغلة غير الشغلة، تعلمت المصلحة وصرت أفلاح، صار لي هلا شي 30 سنة بشتغل هالشغلة. وما عندي شغلة غيرها، يعني بحاول أشتغل عامل كذا ما بحسن برد برجع عليها، لأني شغلتي ومتعلق فيها أنا، فهمت شلون؟ إيه وبرتاح بالنسبة بالشغل برتاح فيها أكثر من غير شغلة، ومتعلق فيها كثير أنا يعني، ما بحسن بلا الفدان. هاي المهنة صعوباتها كثيرة، فهمت شلون؟ يعني تعب جسدي فيها كثير وأجورها قليل، صحيح ما موفي معنا، مصروف بنحط مصروف للدواب يعني صيف شتي بنحويهم وبنتعذب عليهم ومصروفهم كبير، اليوم العلف غالي و يعني ايش بدي اقول لك؟ انه ما موفي معنا من اساسها هي الشغلة، بس بقى ما بنحسن بلاها لأني تراث بلدنا وأبونا علمنا هالمهنة هي ونحن عم نعلمها، عندي شابين ثلاثة عم بعلمهم الشغلة هي شان يضلوا مارسينها وموصيهم انه ما يدشوا هالشغلة، لأني أول شغلة تراث بلد وثاني شغلة مهنة واحد بيعيش منها. بالنسبة للفدان أشغاله يعني تعبة، ما بيقولوا سفر مخفي. الأولين القديمين قالوا لنا إنه هذا المشو واحد بيمشي بالنهار ما بيحس ورا الفدان ولا بيمشي كتير، سموه إنه سفر مخفي. شغلته شوي يعني متعبة. وبالنسبة لفلاحة الفدان عن فلاحة التراكتور بيقولوا لنا القديمين إنه دوسة الدبة في الأرض بركة. يعني التراكتور بيفلح وجه الأرض، بيرص الأرض من تحت الدبة بتخدم الأرض وبعدين دوستها ما بتأثر في الأرض.